الوقفة كانت رد فعل عادي بالنسبة لي أنا شخصيا، رد فعل عادي نظرا لما عانته الشغيلة ولا زالت تعاني في ظل الظروف الكارثية اللي كيعيشها قطاع الصحة في هذه الآونة هذه مع الجائحة. كنا كنعانيو قبل الجائحة والآن زادت تكرست هذه المعاناة، وتكرست أكثر بسبب تجاهل الحكومة ممثلة خصوصا في وزير المالية رئيس الحكومة، وكذلك وزير الصحة الذي لم يلبي انتظارات الشغيلة. الآن الحوار الاجتماعي القطاعي أفضى إلى 4 مطالب رئيسية تم تجاهلها من طرف الحكومة في واحد الظرف اللي الوطن والبلاد محتاجين، وحنا كنأكدوها وكنعاودو نسطرو عليها. راه حنا كذلك جند مجند من أجل خدمة هذا الوطن. في الوقت اللي الوطن محتاج للشغيلة الصحية بكامل أطيافها كنلقاو بأن يعني واحد التجاهل وتماطل في تلبية المطالب. هذا في ظل ان الشغيله راه كتعاني، وربما راه المواطن احس بهذه المعاناه ملي دخلت هذه الجائحه هذه. محليا حنا كنعيشوا هشاشه ديال الشغل كبيره متجسده اساسا على المستوى ديال القطاع. هناك فئات او اذا بغيتي تقول هناك اوتو صحيه بكامل حقوقها، ماشي بكامل حقوقها يعني موظفين ديال الدوله، وهناك موظفين اخرين ديال الكونطال اللي كيعاني واحد النقص مهول في الكتله ديال الاجور ديالهم، غياب ديال الحقوق، غياب ديال التعويضات. وزاد عاد المساله هذه هي زادت عاد هاد المسألة ديال المنحة ديال الكوفيد اللي بانت بالنغمة الضالة ديالها ما استفدوش منها هاد الناس هادو هما، رغم أنهم واجهوا الجائحة بصدوع عارية. وهنا كنهضر على لي فوند ميناج، كنهضر على لي سيكوريتي، كنهضر على الممارضين ديال القطاع الخاص اللي كانوا في الصفوف الأمامية، ولكن حتى واحد ما دافيهم، حتى واحد ما عوضهم، حتى واحد ما عطاهم تعويض. فيما يخص الحملة الوطنية ديال التلقيح ضد جائحة كوفيد 19، الملاحظة الأساسية واللي كنشوفوها هي واحد التعتيم كبير وغياب ديال التواصل من الإدارة المحلية والجهوية مع الشغيلة ديال القطاع. حنا كموظفين ما عارفينش بزاف الحاجات على التلقيح هذا، ما عارفينش الديغولمون ديالو، كاين غياب ديال التواصل ديال المعلومة ما كتوصلناش من طرف المسؤولين مع سياسة ديال الصمت، مع سياسة ديال التعتيم. دونك في هذا السياق هذا هو حنا ديما كنا كنقولوا بان اداره صامته خصوصا على المستوى الجهوي، على المستوى المديريه الجهويه او على المستوى ديال المندوبيه، غياب ديال التواصل، غياب ديال النقاش. الموظفين ديال قطاع الصحه دوزوا حملات تلقيح اخرى في السنوات الماضيه، كانت دي جورني ناسيونال دو فاكسيناسيون لي جي ام في، عندهم تجربه متجارب كبرى في هذا المجال هذا، ولكن ما نزلت واحد يتشاور معاهم، ما كاينش تواصل معاهم، فهمتي. دونك في هذا السياق هذا هو، وهذا الشيء هذا هو اكيد يكون عنده تاثير سلبي على هذه الحمله هذه، نظرا ان حتى المواطن ما عندوش معلومه كافيه على التلقيح هذا. هو هذا الشيء هذا فتح الباب من الشائعات، فتح الباب من ان الافكار المغلوطه تروج. دونك في هذا السياق هذا هو اكيد يكون عنده تاثير كبير على هذه الحمله الوطنيه للتلقيح. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.